اول شيء بنحط سفنج، بنحط شبك، نكون حتين قبل جفصين وعودين تا يطلع عنا بشكل بول. بنبلش بنقص الوردات، يعني تقريبا بين 60-65 وردة بتاخد البول، بنقصهم كلهم نفس القياس. ونبلش نشتغل على هالطريقة. تاخد الفرن المظبوط، حسيت الطريقة هذه بلون خضار. نتاخر حسب حجم الوردة، يعني 60 وردة، 65 وردة، هذه تقريبا أقل من 60 وردة، 50 وردة. هذا البول لأنه منظره مش حلو بنحطه بكشبه، ومنجيب موس ونحط له موس من تحت، يطلع بهالطريقة شكله طبيعي كمان من تحت. هو خشب لأنه ورد أحمر بيطلع حلو معه. هيدا موس أخضر بدل يترش كل يومين ثلاثة من رش شوية موت، هذا اللون حلو.